أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف وحوار. مشاهدينا الكرام، العراق يمر بأزمة سياسية قد تكون الأخطر منذ سنة 2003، وهذه الأزمة تحولت إلى أبعاد خطيرة خاصة الشهر الماضي بعد تظاهرات واحتجاجات لأنصار التيار الصدري تم خلالها اقتحام مؤسسات دستورية أبرزها مجلس النواب العراقي، مقر مجلس النواب، وأيضا ما بعدها ما حصل من اشتباكات ومواجهات مسلحة داخل المنطقة الخضراء. واليوم مجلس النواب لا زال عاجزا عن عقد جلساته، وليس فقط تشكيل الحكومة. ونحن اليوم تقريبا حصل انه مر سنة كاملة على الانتخابات النيابية المبكرة، ولم يتم حتى الان تشكيل حكومة جديدة من اجل ادارة امور البلد. للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع والحلول اللازم طرحها في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل التي يمر بها العراق، نستضيف في برنامجنا هذا اليوم الدكتور صلاح العرباوي، رئيس حركة وعي الوطنية، إحدى القوى المؤتلفة ضمن تحالف الموقف العراقي. دكتور، أهلا وسهلا بك في برنامج. مرحبا بكم، حياكم الله. الله يسلمك. دكتور، فيما يتعلق بالعملية السياسية الحالية، هل هي فشلت بالفعل برأيك؟ شكرا لحضراتكم وتحية للمشاهدين الأعزاء. في الحقيقة العملية السياسية أعتقد انتهت من 2019، كانت نهايتها الشعبية في عام 2019 عندما خرج المحتجون الشباب الثائر مطالبين بريد وطن، الشعار اللي رفعته قوى تشرين واحتجاجات تشرين هي ريد وطن. فالعملية السياسية تنازع يعني في رمقها الأخير، ولكن للأسف القوى السياسية الماسكة بزمام السلطة ما زالت غير مكترثة وغير مقتنعة بهذه النهاية، وكلما زاد تعنتهم وتمسكهم بالسلطة فقدوا الكثير من القواعد الشعبية، وربما يسببون في انفجار مجتمعي آخر كالذي حصل في 2019، ونحن اليوم على مقربة من الذكرى الثانية لتشرين الكبيرة العظيمة، وهذه الطبقة ما زالت متعنتة، ما زالت انسدادات تلو الانسدادات، انغلاقات تلو الانغلاقات، لا تفكر إلا في مصالحها السياسية، مصلحة الشعب دائما هي المضحى بها. أكيد العملية السياسية تحتضر، وربما أقول ميتة منذ زمن بعيد، ولا بد من التجديد، ولا بد من التطوير، ولا بد من اختيار نظام آخر قريب من المجتمع العراقي وصديق له. برأيك شنو البديل؟ يعني صح أنه هو يعني أنا من طريقين إحنا الآن، أما الاقتتال الداخلي ربما، وأما تغيير النظام باتجاه نظام ربما يكون به أغلبية. نعم، وفي الحقيقة أفضل الطرق حاليا هو تغيير النظام بشكل ديمقراطي وبشكل سلمي، والذهاب لاختيار نظام جديد يستفتى عليه ابناء الشعب العراقي. وهذا يستلزم تعديل الدستور، يستلزم ان القوى السياسيه تعي اللحظه التي تعيش فيها وتتفق فيما بينها على ضروره اجراء تعديلات واصلاحات عميقه جذريه وليس اصلاحات شكليه. يعني الاصلاحات التي حصلت في السنوات السابقه كلها اصلاحات في القشور، ان كانت هناك اصلاحات في الحقيقه، يعني تعديل وزاري، دمج وزاري، محاسبة بعض الصغار من الفاسدين وترك الحيتان الكبيرة، هذه كلها ليست إصلاحات حقيقية، هذه إصلاحات شكلية يراد منها ذر الرماد في العيون. آن الأوان لتغيير العملية السياسية بشكل كامل، آن الأوان لطبقة الحكم التقليدية أن تتراجع إلى الوراء خطوة وتفسح المجال للقوى السياسية الجديدة، للقوى الناشئة التي حصلت على مقاعد لا بأس بها في 2021 تقريبا حدود 40 مقعد، وتقديرنا انه اذا ما تم فسح المجال بشكل كامل فان الثلث الضامن سيكون من القوى الجديده، وهذا اكيد يعني بحاجه الى تغييرات جذريه وحلول جذريه، حلول خارج الصندوق وليست حلول من اطراف الازمه. نلاحظ بشكل وباخر ومن النوادر ومن الطرائف ان قوى الازمه هي دائما ما تطرح المبادرات وكانه ينادون انفسهم، بيدهم الحل وهم يطرحون حلول، دائما ما كانوا سببا في الأزمة حقيقة. ولذلك أنا أعتقد أن التغيير الديمقراطي السلمي وليس التغيير العنيف. لماذا أقول ليس التغيير العنيف؟ لأن الجمهور ساخط وناقم على هذه الطبقة وقد ينفجر في أي لحظة من اللحظات، وانفجار المجتمعي دائما ما يكون التغيير فيه عنيف وليس التغيير اللطيف الذي ندعو له. نحن ندعو إلى التغيير الهادئ، التغيير المدروس، التغيير من الداخل وليس التغيير من الخارج، يعني ليس بواسطة الآلة العسكرية الحربية لقوى مثلا كأمريكا أو غيرها، وإنما تغيير أبناء العراق ينتفضون على هذا الواقع المزري ويصححون بإرادتهم
ويكتبوا نظاما جديدا يتفاعلوا مع النظام الجديد الذي يختارون بالاستفتاء العام، وأولى هذه الخطوات تبدأ بتعديل الدستور. طيب دكتور، يعني النظام الانتخابي اللي جرى اعتماده في الانتخابات الماضية سهل دخول مستقلين إلى مجلس النواب بأعداد أكبر من الدورات النيابية الماضية، هل كان هذا الأمر إيجابي برأيك؟ يعني بشكل عام هذا النظام إلى أكثر زيارة عدد علميا المحتمل. هذا النظام هو ينتمي لعائلة الأغلبية في النظم الانتخابية، بما معناه أنه يخدم الأحزاب الكبيرة، وبالفعل هو خدم الأحزاب الكبيرة بشكل وبآخر، ولكن مع ذلك القوى الناشئة حصلت على مقاعد لا بأس بها بهذا النظام. وعلى كل حال سواء كان النظام كل محافظة دائرة أو النظام الحالي، أو ذهبنا إلى 320 دائرة انتخابية، يعني لكل دائرة نائب واحد، أنا أعتقد أنه القوى الجديدة ستحصل على مقاعد محترمة في الانتخابات القادمة، بشرط أن تكون العملية الانتخابية العملية الانتخابية وليس يوم الاقتراع فقط، العملية الانتخابية التي تبدأ من الناخب والمرشح وإدارة صناديق الاقتراع والنزاهة الانتخابية والتكافؤ الانتخابي وكل هذه الأمور ودور القضاء في هذه العملية، إذا كانت نزيهة هذه العملية الانتخابية أنا أعتقد أنه سيكون دخول مهم للقوى الجديدة في 2023 إذا ما أجريت الانتخابات في هذا العام أو في منتصف 2024. نعم، يعني دكتور في كل عملية انتخابية أو قبل كل عملية انتخابية يجري الحديث عن عمليات الفساد الكبيرة في الدولة العراقية وفي فساد الأحزاب والمتنفذين، لكن في كل انتخابات تتكرر نفس الوجوه ونفس الشخصيات ونفس الأحزاب السياسية تسيطر على مجلس النواب وعلى مقاعد مجلس النواب، هل برأيك يعني نحتاج إلى وعي للمواطنين، زيارة الوعي لدى المواطنين؟ بالتأكيد يعني إذا الوعي منخفض أكيد الانتخابات ما راح تغير بالنتائج كثيرا، يعني لا تؤدي إلى دخول قوى وشخصيات كفوءة إلى مجلس النواب. كلما زاد وارتفع وعي الجمهور وعي الناخب كان أفضل بشكل كبير لدخول هذه القوى الجديدة التي يلتمس منها أن تغير، أما دخول القوى الجديدة بنفس الآليات القديمة فهذا ما راح يغير حقيقة. لاحظنا بعض القوى الجديدة دخلت إلى مجلس النواب وهي تقدم حلول نفس الحلول التي تقدمها القوى التقليدية من 2005 ولحد الآن، وانغمست في الصراع في ذات الصراع، وأيضا دخلت في مسألة المحاصصة واللجنة والوزارة، وحقيقة هذا يعني كسر للنموذج الذي يفترض أن يبنى حتى تصحح العملية السياسية من داخل العملية البرلمانية، يعني داخل البرلمان، وأيضا بشكل هادئ وبشكل سلس بعيدا عن فرض الإرادات ولي الأذرع والصدام المسلح. حصلت عندنا بعض الصدامات في قبل شهر تقريبا وراح ضحيتها بحدود 100 مواطن عراقي بريء ولا نقله ولا جمل في الصراع الذي حصل خصوصا ما بين الإطار والتيار. فأنا أعتقد أنه إذا ما كانت العملية الانتخابية عملية نزيهة وعملية شفافة والوعي لدى الناخب العراقي وعي ممتاز وكانت نسبة المشاركة عالية، نسبة المشاركة دائما ما تكون منخفضة بحدود 20% أو أقل، إذا وصلت نسبة المشاركة إلى حدود 50% أنا أعتقد أن التغيير سيكون كبير في داخل مجلس النواب، بشرط أن ينتخب المواطن الذي يحق له الانتخاب القوى أو الشخصيات التي تقدم منهاجا مغايرا، يعني ليس مجرد لأنه هذا الشخص عنده فلوس مثلا تاجر يريد رشح عضو مجلس نواب أو وزير واستخدم آليات الوزارة كلها أو محافظ واستخدم أدوات المحافظة كلها حتى يفوز في الانتخابات والناس تنتخب على أساس العشيرة وعلى أساس الانتماء الطائفي والانتماء القومي، هذا ما راح نغير في شيء حتى لو يعني طبقة الحكومة. السياسيين يستفادون من هذا الموضوع. نعم، ولذلك هم يعيدون إنتاج أنفسهم كل دورة، ليش؟ لأنه بعضهم صرف حدود 1 مليون دولار، بعضهم صرف 3 مليون دولار، علما انه ممكن هو في الدوره الانتخابيه كلها 4 سنين ما يحصل بحدود 300 ل 400 مليون دينار عراقي، فلما يصرف بحدود المليون دولار او اكثر من مليون دولار على حملته الانتخابيه معناه انه هذا مدخل كبير للفساد، والمفروض هنا تدخل المفوضيه المستقله للانتخابات، اكو باب كامل هو الجرائم الانتخابيه واساءه استخدام السلطه في الانتخابات، والقضاء ايضا الادعاء العام ايضا يجب ان يدخلوا في هذا الامر.
ويحاسبوا إذا أنت تصرف في حملتك الانتخابية 3 مليون دولار، يعني ما يعادل بحدود على الأقل 6 إلى 7 مرات ما تحقق خلال 4 سنوات. فهذا الأمر من أين لك هذا؟ وكيف راح تسدد؟ لأنه هذا لما يخسر 3 مليون دولار على حملته الانتخابية هو يحاول أن يسدد من موقع السلطة الذي هو فيه، يستخدم الحصانة التي هي عليه، بالنتيجة هذا هو فساد كبير. ولذلك هذه الشخصيات تستمر بالتوافد إلى مجلس النواب، بعضهم من سقط النظام ولا حد الآن هو في مجلس النواب، مو لأنه هو خدم أبناء الشعب، أبداً لا خدم أبناء الشعب ولا قريب من أبناء الشعب، ولكن يعطي أموال وربما يتواصل بشكل وبآخر، وهذا شيء جيد مو شيء سلبي، بس للأسف أنه هذا الموضوع ما مفعل. أكثر من مرة طالبنا في إصلاح العملية الانتخابية أن تحدد نفقة للانتخاب، عفوا للترشيح، للإنفاق الانتخابي. يعني مثلا أنا الدولة مرشح، هي تعطي يعني هذه لا الانتخاب؟ لا ما أتحدث عن دولة تعطي. مثلا أنا مرشح، زين أنا مرشح بغض النظر عن موقعي، سواء كنت نائب سابق أو وزير أو عضو مجلس يعني محافظة سابقا أو محافظ أو إلى آخره، أو مواطن عادي أريد أرشح. المفروض هنا أكون نفقة للانتخاب. مثلا يقال أنه أي مرشح يتجاوز على سبيل المثال 50 مليون دينار عراقي بحملته الانتخابية يطرد من الانتخابات، لأنه مو منطقي. يعني القوى السياسية الجديدة تصارع مع ديناصورات. أنا أتكلم لك أنه بعض القوى التقليدية حملتها الانتخابية بحدود 10 مليون دولار. صح. زين 10 مليون دولار بحدود 15 مليار دينار عراقي. وبعض الشخصيات المستقلة وبعض القوى الجديدة والحملة مالتها كلها 15 مليون دينار عراقي، مو مليار دينار. تلاحظ هذا بون شاسع. فأكيد الفرص أمام هذا طبعاً راح تكون كبيرة. ليش؟ خصوصاً أنه إحنا نتكلم أنه وعي المواطن لحد الآن مو بالمستوى العالي. يعني ممكن يجي بعنوان مراقبين، بعنوان انه تعال انتخبني واحلفك بكلام الله لو احلفك بالعباس انه تطين صوتك، وهاي هاي مثلا خلينا نقول 100,000 بيوم الانتخاب. هذا شيء مو منطقي، هذا عملية انتخابية، هذه اضحوك. هذه كذبة حقيقة. لا يمكن بناء دولة وعملية سياسية بهذه الاكاذيب وهذه الخدع وهذه الحيل. طيب دكتور، يعني الان مجلس النواب العراقي عاجز عن عقد جلساته وليس تشكيل الحكومة. هناك مباحثات ربما غير رسمية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، هناك جلسات يعقدها المرشح مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني مع نواب من كتل سياسية مختلفة في قبة تحت قبة مجلس النواب، وهناك أيضا مباحثات يقال أنها خلف الكواليس فيما يتعلق بمحاولات إقناع التيار الصدري أيضا للمشاركة في الحكومة. برأيك هل يمكن تشكيل حكومة من دون عقد جلسة مجلس النواب وربما يعني تصويت على مواضيع معينة، خاصة أنه الكل متفق على انتخابات نيابية مبكرة، يعني والحكومة القادمة يجب أن تعد لهذه الانتخابات؟ لا، هو بالضرورة أكيد إذا نتكلم عن سواء تصحيح في القوانين أو الاتفاق على موعد للانتخابات المبكرة لابد من عقد مجلس النواب لجلسته. الإبقاء على هذه الحكومة الحالية حكومة الكاظمي أو اختيار حكومة مثل ما احنا دائما نطرح في تحالفنا وفي حركتنا، نطرح حكومة محايدة وليس حكومة مستقلة. بعض القوى الجديدة تطرح حكومة مستقلة. حكومة محايدة ليست عدوة للطرفين، لا الإطار ولا التيار، ولكنها ليست من داخل الإطار ولا التيار، يعني ليست حكومة إطارية وليست حكومة تيارية. تدير المرحلة الانتقالية لمدة سنة يتفق عليها، وبشكل مصغر من الكفاءات الوطنية العراقية التي ممكن أن تقدم خدمة. إحنا بحاجة لأقرار قانون الموازنة العامة، لأن هذا متعلق بحياة الناس. المحكمة أشارت إلى ضرورة تعديل القانون الانتخابي، هذا أيضا يحتاج إلى جلسة مجلس النواب. الاتفاق على قرار حل البرلمان، وهنا أشير أنه الدعوة التي أقمناها وناضلنا من أجلها طيلة 4 أشهر في أمام المحكمة الاتحادية على الرئاسات الثلاثة لحل مجلس النواب، في القرار الذي صدر من المحكمة كان القرار بشقين. الشق الأول هو يدين مجلس النواب ويقول أن مجلس النواب عطل الحياة العامة وأضر بمصالح الناس، لم يقم بواجباته الرسمية، انتهك المدد الدستورية، وبالنتيجة جزاء من يقوم بهذه الأفعال هو الحل.
وكأنه الجماعة القوى السياسية أخذوا الشطر الثاني أو الشق الثاني فقط وتغاضوا، يعني أعموا عيونهم عن الجزء الأول من القرار. الشق الثاني يتحدث عن أنه المحكمة ليس من صلاحيتها حل مجلس النواب، ولذلك المجلس النواب هو المفروض يحل نفسه. الشق الأول ما حد يبحث به ولا واحد يحكي به. فالمفروض القوى السياسية تجتمع وتتفق، وأنا أعتقد أنه حتى السيد الصدر مو صعب إقناعه. إذا راحوا له قالوا له يا أبي ترى إحنا بالشهر العاشر 2023 نريد نجري انتخابات مبكرة، وإحنا الأشياء اللي راح نخليها على طاولة مجلس النواب قانون الموازنة، قانون الانتخابات وتعديله، ونريد رأيك بيهن في قانون الموازنة وفي قانون الانتخابات. وعندنا هاي الحكومة، إحنا مختلفين حاليا، هاي الحكومة تبقى لو تجي حكومة جديدة. الجماعة الإطاريين ما زالوا مستمرين على ومصرين على أن يكون المرشح إطاري، ويقولون دولة القانون بالتحديد. نعم، ويقولون نحن نتحمل مسؤولية الإخفاق أو النجاح. طيب بعضهم هو استلم الحكم من 2005 وصعودا 18 سنة تقريبا، القوى اللي هي مشابهة أو قريبة من الإطار، ولكنهم لم يكونوا مسؤولون لحد هذه اللحظة، هم يتنصلوا من المسؤولية. ولذلك أنا أعتقد أنه الحل ليس بحكومة إطارية. التيار الصدري أصبح بعيد عن مجلس النواب، أكيد لا نتحدث عن حكومة صدرية. الحل بحكومة محايدة تأخذ على عاتقها حماية مصالح الناس أولا، وليس حماية المصالح السياسية. نعم. طيب دكتور، تعتقد أن هناك خلل في الدستور العراقي الحالي هو الذي أدى إلى كل هذه الأزمة السياسية؟ وهل أنه مجلس القضاء أو ربما بالتحديد المحكمة الاتحادية العليا هل تستحق منحها صلاحية حل مجلس النواب؟ 100%. هذا أنا مختلف ويا الكثير من الشخصيات الأكاديمية وغيرها. أنا أقول إنه مشكلة العراق مشكلة مركبة. يعني عندنا مشكلة في النظرية اللي هي الدستور والقوانين المنبثقة عن الدستور، وعندنا مشكلة في الممارسة السياسية، أداء القوى السياسية، أداء القادة اللي استلموا الحكم. ما لم نصحح في المشكلتين ما راح يصحح الحال ولا راح يصلح الحال. ولذلك أعتقد البداية الحقيقية هي من التعديل الدستوري الأول. أمريكا دائما أكرر، أمريكا اللي كتبوا الدستور مالتها كتبوه متجاوزين لحظة كتابة الدستور، كانوا ينظرون إلى أمريكا العظيمة، أمريكا أقوى دولة في العالم، وكتبوه في 1776، ولكن كانت أعينهم على هذه السنوات. ومع ذلك عدل الدستور الأمريكي 27 مرة. إحنا الدستور العراقي كتب في ظرف احتلال، في ظرف صراع إرادات، في ظرف العراقيين كلهم العراقيين، سواء كانوا في المعارضة أو اللي بالداخل خارجين من تجربة دكتاتورية كلش مصمدة. فمن الطبيعي حاليا أن نجري التعديل بعد 20 سنة تقريبا من كتابة الدستور. وأعتقد أنه التعديل في باب السلطات، خصوصا صلاحيات رئيس الجمهورية، آلية اختيار رئيس الوزراء، الذهاب إلى نظام شبه رئاسي، الناس تنتخب رئيسها، ليش السياسيين ينتخبون عن الناس؟ لو بان أنه السياسيين أكفأ من الناس وأفضل من الناس وأكثر وعيا من الناس في قضية إدارة الدولة لكان انطونا دولة. ما دام أنهم في هذا المستوى المتراجع وسنة عن سنة تتراجع الدولة وأدائها ومؤشراتها، إذن لماذا لا نرجئ الأمر ونحيله إلى الناس؟ استفتاء عام على الدستور، والناس هي تصوت بنعم أو بلا، والناس هي من تنتخب رئيس الجمهورية بغض النظر عن هويته، مسيحي ويؤدي ويخدم يعني العراقيين. نظام رئاسي قصدك؟ يعني شبه رئاسي. مسيحي ويخدم العراقيين، سني ويخدم العراقيين، كردي ويخدم العراقيين، شيعي ويخدم العراقيين. هي المسألة مسألة هويات فرعية. مسألة أنت شيعي لو سني لو مسيحي لو صابي لو إيزدي، لا، المسألة منو القادر على تحقيق الخدمة، منو الكفو على وقادر على بناء علاقات دولية مع المحيط العربي، مع المحيط الجار، تركيا، إيران، غيرها، مع الدول العظمى، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين إلى آخره. منو الشخص الكفو القادر بغض النظر عن هويته يصلي ما يصلي؟ هذا مو شغل. ماكو من مواصفات الحاكم يجب أن يكون من عباد الليل. مواصفات الحاكم الكفاءة، النزاهة، الإخلاص، الوطنية، الحس العالي بالمسؤولية، الطاقة والعنفوان والقدرة على إدارة شؤون الدولة.
هذه كلها الأشياء للأسف ما كانت في الفترات السابقة. ليش؟ لأنه أوكل الأمر إلى القوى السياسية، والقوى السياسية هي قوى متحاصصة، قوى حزبية تبحث بالدرجة الأولى عن منفعة الزعيم ومنفعة الحزب. ولذلك لا بد من التصحيح، الدستور يحتاج إلى تصحيح. القضاء بعض الأحيان مارس دور إيجابي، وبعض الأحيان مارس دور عقد الأمور المعقدة أصلاً. ده. يعني مثلاً في 2010 المادة 76 القضاء عقد الأمور في حين كان بإمكان أنه الكتلة الفائزة الأكثر عدداً خلاص ما تقدر تشكل حكومة، بالنتيجة الكتلة لازم تشكل تحالفات، ما قدرت تشكل تحالفات اختار رئيس وزراء يروحوا للكتلة اللي وراها. هنا بال 2021 تفسير مادة 59 أيضا اشتراط الثلثين كحضور هذا تعقيد للمسألة، لأنه بالنتيجة كل أربع سنوات كل انتخابات راح يكون هناك ثلث يعطل العملية السياسية، وهذا حقيقة هذه تفسيرات قضائية كان بالإمكان الابتعاد عنها والذهاب إلى تفسيرات أخرى. ولذلك القضاء ساهم في بعض الأحيان بالتعطيل، وفي أحيان أخرى ساهم في الحلحلة، دوره متفاوت. تدعمون يعني بناء على منح القضاء ربما صلاحية حل مجلس النواب في هكذا أزمات؟ لا، هو المفروض إذا صحح وتعدل الدستور حل مجلس النواب يعطى للسلطة التنفيذية، يعني لرئيس الدولة، الحل الرئاسي احنا نسميه بيد رئيس الدولة، مثل ما رئيس البرلمان يسائل الحكومة، فحل مجلس النواب يكون بيد رئيس الدولة كسلاح. نعم. لو انحرف البرلمان عن مساره السليم. واليوم مجلس النواب القضاء يقول منحرف مجلس النواب عن أداء مهامه، ولكن لا توجد هناك سلطة قادرة على أن تعالج هذا الانحراف إلا مجلس النواب نفسه، وعادة ما يكون إذا كان الشخص هو مريض وهو يعالج نفسه، فهذه عادة صعبة مسألة جدا معقدة. ولذلك أنا أعتقد من الأفضل إناطة الأمر برئيس الدولة حل الرئاسي، أو إناطة بالحكومة الحل الوزاري، وهذا في النظم البرلمانية يسمونه check and balance، يعني ينطون للبرلمان سحب الثقة من الحكومة وينطون للحكومة حق حل البرلمان حتى تتوازن. نعم. يعني الكفتين. نعم. الآن هناك صلاحيات لرئيس الحكومة فيما يتعلق بتقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية أو رئيس الجمهورية شخصيا من أجل حل مجلس النواب، لكن ربما رئيس الوزراء وحتى رئيس الجمهورية أيضا يعني واقعين تحت ضغوط سياسية تمنعهم من الالتجاء إلى هذه الخطوة، رغم أنه مرور سنة كاملة على الانتخابات ولم تتشكل حكومة حتى هذه اللحظة. هو في الحقيقة ليس من صلاحية لا مجلس الوزراء ولا رئيس الجمهورية حل مجلس النواب. يعني حتى هم فيما لو راد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يبادرون بهذه الخطوة، فعليهم أيضا تقديم الطلب إلى مجلس النواب ليصوت على نفسه على حل نفسه وفق المادة 64 بالأغلبية المطلقة. ليش؟ لأنه أنت عندك طريقين ومنفذين لحل مجلس النواب. المنفذ الأول عن طريق ثلث أعضاء مجلس النواب يقدم طلب. نعم. والمنفذ الثاني رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أيضا يقدمون طلب لمجلس النواب. النتيجة يجب أن يصوت على هذا الطلب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. فضلا عن أنه في هذه الدورة الحكومة هي حكومة منزوعة الصلاحيات، حكومة تصرف أمور يومية. نعم. فليس من حقها أن تتخذ قرارات مصيرية. لو سلمنا أنه من حق الحكومة ومجلس ورئاسة الجمهورية أن يتفقوا على حل مجلس النواب ويحلوا دون المرور بمجلس النواب، فليس من حق الحكومة الحالية اتخاذ مثل هكذا إجراء. لماذا؟ لأنها هي حكومة منزوعة الصلاحيات وهي حكومة تصرف أمور يومية. نعم. فيما يتعلق بموضوع المباحثات الجارية بشأن تشكيل حكومة، مثل ما قلنا أن هناك ربما بعض المباحثات الجارية خلف الكواليس لتشكيل الحكومة، هناك لقاءات مع المرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، هناك حديث عن طرح ملفات ربما مصيرية بالنسبة للعراق بشكل عام، وهو ملف كركوك وما تسمى المناطق المتنازع عليها. هذه الملف طبعا تعرفون جيدا تفاصيله، أنه في سنة 2017 16 أحداث 16 أكتوبر خطة فرض القانون، تم عودة هذه المناطق إلى سلطة الحكومة الاتحادية والمركز. الآن هناك ربما تجري صفقات خلف الكواليس لإعادة هذا الوضع إلى ما كان عليه قبل 16 أكتوبر 2017. هل من الممكن إجراء مثل هكذا خطوة خطيرة في ظل الوضع الحالي في العراق؟ أنا باعتقادي المفروض الحكومة اللي تشكل تكون حكومة محددة المهام. نعم. يعني الجماعة يطرحون حكومة خدمة وطنية. خدمة وطنية احنا نتكلم عن مرحلة انتقالية، نتكلم عن تداعي كبير يمر به البلد، فالحكومة المفروض اللي تجي من الناحية المنطقية عندها سنة. نعم. فالمفروض توقف التداعي.
يعني تطفئ النيران، ما تفكر بتفكيرات أخرى. ملف كركوك هو ملف معقد من 2005 ولحد الآن، وأي دخول به في ظرف ملتهب راح يشتعل الملف كله، مو بس نعم. يعني راح توجد أزمة جديدة ربما، أزمة كبيرة وأزمة معقدة. لماذا؟ لأن هناك صراع هويات في داخل كركوك، العرب والتركمان والأكراد، وبالفعل مثل ما أشرت حضرتك وكان تحت سيطرة الكردية بشكل وبآخر في 2017 أصبح تحت سيطرة الحكومة الاتحادية. ولذلك أنا أعتقد أنه المسائل المعقدة اللي تحتاج إلى وقت، اللي تحتاج إلى هدوء، اللي تحتاج إلى فضاء مرن وفضاء سهل وتحتاج مزيد من الوقت، يجب إرجاءها إلى حين الانتهاء من الفترة الانتقالية وتكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات. وهناك ممكن فتح ملف كركوك، ملف النفط والغاز، ملف الحدود أو المناطق المتنازع عليها، وغيرها من الملفات الشائكة، قانون المحكمة الاتحادية اللي موجب الدستور يفترض أن يقر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. هذه المسائل تحتاج إلى هدوء، تحتاج إلى طبقة حكم ناضجة، تحتاج إلى حكومة عندها صلاحيات كاملة، وتحتاج إلى وقت. ما تحتاج أنه خلال سنة تعال كنا نحل مشكلة كركوك وحل مسألة المناطق المتنازعة عليها وحل وأروح أشرع قانون المحكمة الاتحاد ويسوي مجلس الاتحاد، وهي صار هن 15 سنة ذني ما محلولات تريد تحلهن خلال سنة، هذا خطأ. الحكومة التي يفترض أن تأتي، الحكومة المحايدة المصغرة، تدير المرحلة الانتقالية وتهدئ الشارع وتخفف من الغلواء وتذهب إلى تعديل قانون الانتخابات وإقرار قانون الموازنة وبعض الأشياء الضرورية اللي يحتاجها المواطن. غيرها لا، مال خدمة وطنية وبناء متروات، وهذا مستحيل. صار لكم 20 سنة ما باني لكم مترو، تريدون بسنة هاي كلها تحملون الحكومة الأثقال والأعباء وتقولها تعالوا بعدين، هذا مو منطق يعني. ولذلك أعتقد مسألة كركوك وغيرها من المسائل يفترض إرجاءها إلى حكومة مستقرة وإلى طبقة حكم ناضجة وإلى توازن ما بين قوى الإسلام السياسي وما بين القوى الليبرالية اللي يفترض أن تدخل إلى مجلس النواب، واللي إحنا من دعاة دخول القوى الليبرالية، القوى الجديدة، القوى المدنية إلى مجلس النواب لتحقيق توازن مع كافة الأحزاب التي تمثل الإسلام السياسي. نعم، يعني دكتور، بما أنه إحنا قناة تركمانية، الأحزاب وشخصيات التركمانية والنواب والكتلة التركمانية النيابية، كان عندها مؤتمر صحفي في كركوك فيما يتعلق بموقف التركمان إزاء تشكيل حكومة، حديث نفس الحديث فيما يتعلق بملف كركوك ويجب عدم طرحه في مباحثات تشكيل حكومة وكونه كورقة مساومة بين يعني هم متفقين السياسية. أنا بالرأي لو طبعا أكيد نفس الرأي؟ بالتأكيد بالتأكيد. أيضا هناك طبعا هناك مباحثات منذ سنوات، أعتقد 3 سنوات، فيما يتعلق بملف كركوك، هناك جو هادئ بمناقشة هذا الموضوع بمشاركة الأمم المتحدة، لكن هناك جهات سياسية تضغط باتجاه جعل كركوك ورقة مساومة. نعم، من أجل كسبه في هذه الفترة من أجل تشكيل الحكومة أو جعل مكاسب في بغداد مقابل ملف كركوك. لكن التركمان أيضا مغيبين حاليا في مباحثات تشكيل الحكومة، هذه المباحثات اللي تحدثنا عنها، البرنامج الحكومي للحكومة القادمة، وهذه المواضيع كلها مهمشين التركمان. يعني صح أنه تقدر تهمش ربما جهات سياسية معينة، لكن تهمش مكون من مكونات الشعب العراقي، يعني بالدستور المكون الرئيسي الثالث في العراق، أعتقد هذا كان الاستياء كبير لدى الأوساط السياسية والشعبية في التركمانية. أنتم كيف تنظرون لهذا الموضوع؟ والله حقيقة هو 80% من الشعب العراقي مهمش، مو بس التركمان. نعم، يعني الجماعة هم مستولين على الحكم بالـ20%، جماهيرهم، تنظيماتهم السياسية، بأموالهم، بإعلامهم، بسلاحهم، مسيطرين على الحكم، ما يعتقدون أنه هو هاي حكم الأغلبية وهي هاي الديمقراطية، حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب، كأنه هذا تعريف الديمقراطية، وفي الحقيقة هو مو تعريف الديمقراطية، هذا تعريف منحرف للديمقراطية. إذا أنت تحكي على الديمقراطية التوافقية، ففي الديمقراطية التوافقية يجب أن يشترك التركماني ويشترك الكردي ويشترك المسيحي ويشترك الإيزدي ويشترك الشيعي ويشترك السني، يشتركون في إدارة دفة الدولة. وإذا أنت تتحدث على الأغلبية اللي رفضتها أنت حاليا، أنت ما تقول يعني لو كان ذاهبين إلى منهج الأغلبية السياسية والأغلبية هي اللي تشكل حكومة، هنا الكتلة التركمانية والجبهة التركمانية وين تقرر تكون؟ تكون مع الأغلبية لو تكون مع المعارضة؟ إذا قررت مع الأغلبية فتشترك في كل التفصيلات، وإذا قررت تكون مع المعارضة أيضا تشترك في كل التفصيلات. بعض القوانين مطلع تماما، يعني التجارب السابقة
جبهة التركمانية وغيرها من الكتل اللي عادة حجمها صغير وليس بالحجم الكبير تكون إكمال عدد ليس إلا، يعني إذا أراد يدخله في العملية السياسية يصدق عليه بوزارة يقول له هاي وزارة أو هذا الموقع لمثلا جبهة التركمانية، موقع شكلي مو مشاركة حقيقية بصراحة. ولذلك أنا أعتقد أنه الذهاب لوزارة الدولة مثلا، أي مثلا وزارة الدولة أو في 2018 كان يعني المفروض ينطلهم نيابة رئاسة الجمهورية. القصد أنه مثل هذه الكتل، الكتل اللي هي أحجام صغيرة ولكن تمثل مكونات مهمة، يعني عنده 5 مقاعد أو 6 مقاعد ولكن يمثل مكون التركمان اللي هو ثالث مكون، عندنا عرب وعندنا أكراد وعندنا تركمان بالدرجة الأساسية، عندنا غيرهم من المكونات الكريمة. فلو إحنا نروح الديمقراطية توافقية وإشراك كل القوى السياسية، الجماعة كانوا هذا سفينة نوح، يا أهل يجي يصعد، زين يا أهل يجي يصعد مو بس أنت تتحكم، أنا يكون هم أتحكم وياك، أقصد القوى الفائزة. لو لا تروح للأغلبية السياسية، من الأغلبية السياسية لو كان رايحين هالمنهاج لا الجبهة التركمانية ولا غيرها، ممكن قوى سياسية شيعية فائزة بعشرين 30 مقعد أيضا يقول لك أنا رايح للمعارضة ما من حقي أشترك في الحكومة أو أطالب أنه لماذا لا تشركونا في الحكومة، لماذا لا تعطونا وزارات، بسبب ضياع هوية الحكم وشكل الحكومة اللي يفترض أن تتفق عليها القوى السياسية، وبسبب الديمقراطية الهجينة اللي موجودة عندنا في العراق. لذلك تلقي القوى التركمانية، نص الأكراد، نص السنة، نص الشيعة، هو مرات يحكم وهو ما مقتنع، يشارك ولكنه يقول لك أنا ما مشترك، يعني ما عندي الدفة، مو الدفة مو بإيدي، أنا مو صاحب قرار، أنا مجرد صاعد بالسفينة، هو الجماعة بكيفهم يغربون وينحدرون بالسفينة. ولذلك هذا ما يمكن أن يستمر حقيقة، هذا شيء خطأ، يعني مو سليم، يعني ما يمكن أن تنبني الديمقراطية بهالشكل. دكتور، الآن انتخابات مبكرة الكل متفق عليها، حتى إذا تشكلت حكومة أو لم تتشكل حكومة هناك ربما حديث شبه أكيد بأنه ستجري انتخابات مبكرة ربما خلال سنة أو أكثر. النظام الانتخابي المطلوب تنفيذه في أو مطلوب إقراره لهذه الانتخابات شلون تشوفون حضرتك؟ يعني نظام متعدد أيضا كما حصل في الانتخابات السابقة أم أنها تحتاج ربما إلى تغييرات؟ يعني أنا أعتقد هو أولا القرار بيد القوى الفائزة في البرلمان، من الناحية إذا أريد نسمي الأمور مسمياتها، فالإطار والسيادة عن مسعود برز عفوا الحلبوسي والخنجر والديمقراطي مسعود برزاني، سيد الصدر بفعل ضغط الجماهيري أيضا راح يكون له قرار. هاي الأطراف هي اللي تعدل في قانون الانتخابات وهي تختار شكل الانتخابات اللي يخدم مصالحها مو اللي يخدم مصالح الناس. وأنا أعتقد أفضل قانون انتخابات اللي هو تمثيل النسبي للقوى الجديدة، هسه المحافظات كل محافظة دائرة واحدة أو لا بقاءها الشكل هذا مع إصلاحات في سواء العدو الفرز سواء الإصلاحات اللي احنا طالبينها في العملية الانتخابية برمتها من العتبة الانتخابية، التكافؤ الانتخابي، نزاهة العملية الانتخابية، الإشراف الأممي وكل هالتفاصيل. إذا ما رحنا بهذه الإصلاحات يعني اللي تنسجم مع التغيرات اللي ده تحصل في المجتمع، راح يكون هناك نوعا ما انتقال في الديمقراطية، في مستوى الديمقراطية، أخذ بها من مستوى من القاع إلى الارتفاع تدريجيا، لأنه الديمقراطية تنبني سنة بعد سنة، ما تنبني بيوم واحد. بس اللي ده نلاحظه حاليا هو هدم، يعني إذا تلاحظوا جزء انتخابات 2006 كانت أفضل من انتخابات الحالية، انتخابات 2010 كانت أفضل من، ما أتكلم عن بس عن انتخابات 2021، حتى عن نتائج أتكلم. النتائج اللي صعدت مثلا، إحنا أول لأول مرة انسداد يصير عندنا يبقى لمدة سنة إلى هذه المرحلة. ماكو هيك يعني، إحنا بنفس الآليات رقم قياسي على مستوى العالم يعني. ماكو هيك بالعالم، المجلس النواب يحل مرتين وثلاثة وأربعة في داخل الدورة الانتخابية، يعني خلال 4 سنين هاي الكنيست بإسرائيل 4 مرات يمكن حل مجلس النواب 4 مرات وعادوا انتخابات مبكرة، حالة طبيعية. الانتخابات مفروض مخرج للأزمة مو مدخل لأزمة جديدة، احنا الانتخابات تصير مدخل لأزمة جديدة. ليش؟ لأنه القوى السياسية متشبثة بالسلطة بكل ما أوتيت من قوة. دكتور، سؤالي الأخير فيما يتعلق بتحالف الموقف العراقي الذي تم تأسيسه والإعلان عنه،
حركة وعي الوطنية أيضا جزء من هذا التحالف. نعم. شنو أهداف هذا التحالف؟ وربما الانتخابات القادمة ستكون ربما مشاركة بشكل أكثر واقعية مناسبة ربما للوضع العراقي الحالي. صناعة البديل أهم هدف لتحالف الموقف هو صناعة البديل السياسي. احنا حكينا عن نسبة المشاركة وعن وعي الجماهير بس بنفس الوقت لازم يعني نقيم الأمور بنصابها الصحيح. لو كان هناك بديل لطبقة الحكم الحالية أمام الناخب العراقي، يعني مو عنده بس إطار وتيار، مو عنده بس قوى الإسلام السياسي، لو كان هناك تحالف ثالث، مسار ثالث، اتجاه ثالث فيه القوى الجديدة القريبة من بعضها في منهجها وفي مشروعها وفي رؤيتها وفي رسالتها، لو كانت هذه مشكلة لكان أنا باعتقادي هوايد غيرت الأمور. يعني أصوات كثيرة ومقاعد كثيرة في داخل مجلس النواب تكون لهاي القوة، يعني الناس راح تقدم على اختيار البديل. أما أنت تخليني بين خيارين لو أبيض لو أسود، وعادة ما يكون اثنينهم سود، لو أسود لو أسود زين، وما تنطيني لون آخر، فأنا مضطر أنه أنكفئ أبتعد ما أمارس حق الانتخابي. بس من توفر لي خيار آخر غير قوى الإسلام السياسي، غير القوى التقليدية، خيار جديد، خيار بمنهجية وبرؤية واضحة وجديدة في مسألة مثلا النفوذ الإيراني، في مسألة العلاقات الخارجية، في مسألة السلاح الموجود عند الجماعات المسلحة، في هاي المسائل، ويجي يطرح منهاج ويكون جريء وشجاع بشخوصه وبآلياته وببرامجه، أنا باعتقادي راح يكون هناك بديل. ولذلك أهم هدف إحنا دا نركز عليه هو صناعة البديل. بدينا بست قوى سياسية، نأمل أنه القوى الأخرى أن تتحد مع تحالف الموقف. مو بالضرورة إحنا نجيهم لو هم يجونا، نلتقي في مسافة مشتركة بيناتنا، إحنا نقدم خطوة هم يتقدمون خطوة، وإذا تقدموا هم خطوة إحنا يجوز نتقدم 10 خطوات في اتجاههم حتى نلتقي في مساحة مشتركة ونشكل البديل السياسي. تقدير إذا شكل هذا هو راح يحصل على 75 إلى 100 مقعد في الانتخابات القادمة وهو سيشكل الحكومة، ولكن هذا يحتاج إلى عقلانية سياسية عالية، وأيضا يحتاج إلى دعم، يعني دعم على المستوى الدولي ودعم على المستوى الداخلي ودعم جماهيري ودعم إعلامي إذا ما أردنا إزاحة طبقة الحكم. الواضح لحد هذه اللحظة أنه الجماهير قد تدعم هكذا خيار، ولكن الدول مستفيدة من تجربة المحاصصة، والقوى السياسية أكيد المستفيد الأول من هذه التجربة، ولذلك يريدون إبقاء الأمور على ما هي عليها بحجة أنه الذهاب للفوضى أخطر من البقاء على الفساد، ولذلك يجب أن نبقى على الفساد ويجب أن نبقى على الانهيار الحالي أفضل مما أن نذهب إلى الفوضى. هم يعتقدون أن التغيير وإزاحتهم عن الحكم قد يؤدي إلى الفوضى، هذا اعتقاد خاطئ. أن نذهب إلى الإصلاح وإلى التغيير الجذري الحقيقي وإلى صناعة بديل سياسي جديد فاهم متوازن عقلاني هو هذا المدخل للعلاقات مع الجيران، علاقات متوازنة، علاقات صداقة على أساس المصلحة بين تركيا وبين العراق، بين إيران وبين العراق، بين أمريكا وبين العراق وهكذا، وأيضا يعطي تجربة حكم جديدة وديمقراطية جديدة لأبناء الشعب العراقي واللي يستحقون مثل هذه الديمقراطية. مو سقط النظام حتى أنا أبقى غارق في تحت سطوة السلاح والمسلح والفوضى والفساد الإداري والمالي وجوازنا آخر الجوازات وسيادتنا منتهكة في كل يوم. هذا الوضع خطأ، وهذا الوضع هو خطر في الحقيقة، والبقاء عليه سيؤدي إلى انتهاء بقايا الدولة وليس الدولة. احنا حاليا من التوصيف الصحيح دولة فاشلة، البقاء على هذا الوضع قد يؤدي الى موت الدولة بشكل كامل. حضرتك متفائل؟ ان شاء الله متفائل. نعم، متفائل بمن بإرادة الجماهير. نعم. وانه القوى السياسية الجديدة نوعا ما بدأت تتطور في فكرها السياسي، يعني بالبداية كان واحد يسقط الثاني، واحد مخلي فيتو على الثاني، حاليا لا، بدأوا يصححون المسارات وبدأوا يدركون انه الخيمة الاحتجاجية ليست كالحزب السياسي، لكل واحدة قواعد، أن تكون محتاج ليس أن تكون شخص سياسي. في الاحتجاج ربما أنت تصرخ بصوت عالي على من تحب ومن تكره، وفي القوى السياسية قد تصافح من هو عدوك من أجل المصلحة العامة ومن أجل المصلحة السياسية. شكرا جزيلا، حياك الله. نأمل أنه إن شاء الله في الأيام والسنوات القادمة والأشهر القادمة إن شاء الله
تكون فاتحة خير إن شاء الله جميعا كل مكوناتهم من أجل حل هذه الأزمات اللي يعيشها العراقي بشكل عام. مشان الكلام في ختام برنامجنا أشكر الدكتور صلاح العرباوي رئيس حركة وعي الوطنية والمؤتلفة ضمن قوى التحالف الموقف العراقي لمشاركة اليوم في برنامجنا. حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبا. مشان الكرام نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.